بسم الله الرحمن الرحيم. زكريا العمراوي، ممثل الطلبة الإداريين المتدربين فوج 2020-2022 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الشرق، أطر الإدارة التربوية. اليوم كما تعلمون فإن أطر الإدارة التربوية على الصعيد الوطني تخوض مقاطعة امتحان تصديق على المجزوءات بكافة ربوع المملكة، وهذا المقاطعة وهذه الخطوة الصعيدية جاءت نتيجة على مجموعة من الأمور ومجموعة من المطالب. فالمطالب بالدرجة الأولى عندنا المرسومين اللي لحد الآن مازال ما بان أي أثر لهما عند دواليب الحكومة، وبطبيعة الحال المطالب أخرى المتمثلة في معادلة دبلوم الماستر اللي هو من حق الطلبة أطر الإدارة التربوية اللي أصبحوا الآن كيتكونوا في سنتين عوض النظام السابق اللي كان في سنة واحدة، واللي هو من حق طبيعي إذا اعتبرنا أن شروط الولوج لهذا المسلك هي الإجازة، وسواء بالمسالك الاخرى مثلا هيئه التفتيش على سبيل المثال اللي ما كانتش عندها الشرط ديالها الاجازه في الولوج، فاطر الاداره التربويه عندها شرط الولوج هو شهاده الاجازه، يعني انهم باك بلس 4، الى زدنا لها سنتين ديال التكوين هي باك بلس 6، الى زدنا لها الدبلوم ديال التكوين ديال اسلاك هيئه التدريس اللي هو سنتين فيعادل باك بلس ويت طبيعة الحال. وهذا بالتالي هو حق مشروع جميع الأطر الإدارية المتدربة ديال الفوج اللي كتخضع للتكوين في سنتين. إضافة إلى ذلك النقطة الثانية هي السنة الثانية اللي ضبابية حول هذه السنة، لما بقيناش كان الطلبة الإداريين المتدربين ما عندهمش ارتياح وما عندهمش وضوح الرؤية ديال المستقبل ديال هذا الإطار وديال السنة الثانية كيفاش غادي تكون التكوين، ثم تعويضة ديال السنة الثانية اللي تحرموا منها الطلبة الإداريين بدون موجب حق، وكذلك الحركية ما بين الأسلاك. إذا هذه مجموعة من النقاط المهمة اللي ثارت الحافظة ديال الطلبة الإداريين المتدربين اللي خلاتهم يحتجوا بقوة طبيعة الحال، وهذا باين من خلال النسب المئوية المحققة على الصعيد الوطني لمجموعة من المراكز مثل الحسيمة 100%، بني ملال 100%، خريبكة 98%، مراكش 100%، أكادير 100%، جديدة 98%، سطات 98.5%، بن سليمان 99.40%، الدار البيضاء 98%، الرشيدية كذلك 100%، وجهة الشرق 85%. طبيعة الحال هذه أرقام لها دلالة، ما كنطرحوهاش هنا هباء وإنما عندها دلالة وعندها رمزية ديالها، هذا دليل على أنه الاحتقان وصل إلى ذروته، وبطبيعة الحال حنا ما غاديش نوقفوا عند هذه الحدود وإنما غادي يكون هناك خطوات تصعيدية أخرى بطبيعة الحال اللي سيعلن عنها في وقتها وحينها. إذا السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.